طيب ليش إنه الحاجة المهمة غلت في السوق يسرق أحد يشتريها، مهما كان سعره بيقى مرتفع أحد يشتريها؟ ليش نحن الكريم دي لو بقت دي مليار ما في زول استحالة نتخلى عنها. الكريم خالص طبعا دي مليارات انت ما بتقدر تتخلى عنها، يعني حتشتريها حتشتريها مهما كان سعره بقى غالي. دي شنو الاندومي؟ عادات وتقاليد أو عادتنا وتقاليدنا هي لسه للأسف الشديد ما زالت بتحكم مناسباتنا، وطبعا ضحايا البذخ والترف هم شبابنا وبناتنا. موضوعنا لليوم إذا كان فكرة توحيد غلاء المهور أو نخلي للمهر قيمة ثابتة حتى الغني والفقير يدفعوا نفس القيمة علشان تتيح الفرصة لشباب كثير هو ما قادرين بسبب المهور التعجيزية إنهم يتزوجوا. فده موضوعنا الأول. أما موضوع الثاني، حاجة في السوق مهما كان ارتفع سعره انت حتشتري حتشتري، دي شنو؟ مع بعض نمشي نشوف اراء الشارع، وما تنسوا كمان الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يصلكم كل جديد، ويلا بينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفنا عليك. صهيب الحسن. صهيب مرحب بك ونورتنا في قناتنا. تسلم. صهيب، رأيك شنو فكرة توحيد سعر المهر والمهر يكون عنده سعر ثابت علشان حتى الشباب اللي بقى ما قادرين يتزوجوا هم تتيح لهم فرص بأنه يتزوجوا؟ والله فكرة سمحة يعني ويعني بتكون الناس، يعني لو كل عمرت كده تكون حاجة سمحة ذات يعني. يكون في سعر ثابت؟ ثابت سعر موحد كله. يا سلام، وهرته والسعر التكاكين كلها توحدت كده زي بتاع الاسواق كله توحد ان شاء الله يا رب. ان شاء الله اكيد بالرقابه كل حاجه بتبقى في محلها يعني. أيوة. طيب حاجه مهما كان ارتفع السوق انت ما بتقدر تتخلى عنها، يعني حتشتريها حتشتريها مهما كان سعره بقى غالي. دي شنو الاندومي؟ انت بتحبي الاندومي ولا شنو؟ اي بس الاندومي بقت بكم؟ 120. لسه بتشتري عادي؟ معلش لسه بشتري عادي. لو عملت 1000 جنيه بشتريها من زمان 5 جنيه. من زمان 5 جنيه؟ والله انت صاحبي تعشق فعلا. تسلم يا اخي وشرفتنا يا صهيب. السلام عليكم. السلام. مرحبا بك، عرفنا عليك. مصطفى شريف. مصطفى مرحبا بك ونورتنا في قناه نزي سودار. تسلم مصطفى. حاجه في السوق مهما ارتفعت الاسعار انت ما حتقدر تخليها، حتشتريها حتشتريها. دي شنو؟ هي اصلا ما في حاجه بتتخلى، نشتريها من نشتريها كل الحاجه. كل لا دائما بيكون في حاجه كده مهما وصلت سعر عالي شديد انت لازم تشتريها. دي شنو في السوق مثلا؟ مازه ما في حاجه يعني ممكن تتخلى عنها طوالي اذا وصلت سعر عالي؟ ما في حاجه بتتخلى عنها ان شاء الله. تمام. طيب رايك شنو في فكره توحيد اسعار المهر يكون في سعر ثابت حتى يتيح فرص للشباب اللي هم ما قادرين يتزوجوا بسبب ارتفاع اسعار المهور، يكون في قيمه ثابته لكل المهور حتى الغني والفقير يدفعوا نفس المبلغ؟ يلا دي الشيء الوحيد اللي في السودان ما حيبقى. ما حيبقى؟ ما حيبقى. انت كده رايك شنو في الفكره؟ والله رايي لو واخذوا المهر كده ممكن تقلل من حاجات كثيره، من التحرش مثلا، ممكن تتيح فرص كبيره للزواج انهم يتزوجوا مثلا، مشغلات الشارع مثلا كده. والمشغلات والحاجات اللي هسه انت ذكرتها دي نتيجه عدم الزواج والكلام ده رايك؟ يعني اغلب الشباب اللي بيعملوا كده هم متزوجين؟ حتى لو كانت عندهم الرغبه ولا بعمل هاي كده وما متزوجه. يا سلام، شكرا لك ونورتنا. السلام عليكم. تسلم يا رب. شكرا، مرحبا بك، عرفنا عليك. اشرف صلاح الدين. اشرف مرحبا بك ونورتنا في قناه نزي السودان. نورتنا اليوم. نور. طيب يا اشرف، رايك شنو فكره توحيد سعر المهر بالنسبه للشباب كلهم علشان يكون في اول الشباب اللي ما قادرين يتزوجوا يتزوجوا، كميه العنوسه الكبيره تقل، والبنات برضو اللي بيجوا هم ما قادرين ان يتزوجوا بسبب غلاء المهور يلقوا فرص زي دي؟ والله الزواج ده هو بالتواضع. الناس لو كانت متواضعه الزواج ده ما في مشكلة، بس بالتواضع بالبسيط الأمور بتمشي. آه والله. يا سلام. طيب أشرف، حاجة مهما كان ارتفع سعر السوق أنت ما بتقدر تتخلى عنها، دي شنو؟ والله أصحابي ومراتي. أصحابك ومراتك؟ أصحابك ومراتك دي لكن ما بتشتريهم صح؟ ما بشتريهم، ما خلاص ونغلى حاجة عندي. يا سلام يا أخي، ربنا يحفظهم لك. أنت متزوج؟
والله انا ما متزوج لكن عندي لكن مستقبلا يا اخي ربنا يسهلك يا رب ويوفقك واسمع بك عريس قريب اللهم امين يا رب الحياة لك دعواتك ان شاء الله يا اخي ان شاء الله السلام عليكم شكرا لك نورتنا عرفينا عليك اسراء علي محمد اسراء مرحبا بك وانت اللي منورانا شديد تسلم كثير يا ستي طيب ليش انه الحاجه المهمة غلت في السوق اسراء حتشتريها مهما كان سعرها بيقى مرتفع حتشتريها ليش نو والله ما انا براي كل الناس هي معروفه جدا الكريم دي لو بقت بمليار ما في زول استحاله نتخلى عنها الكريم خالص طبعا بمليارات زول بيخلى عنه طيب على حد حسب علمي يعني انه يمكن دي اغلى حاجه فمهما كان ارتفع سعر انت بحتخليها اكيد طبعا انا ما براي الناس دي كلها البنات عامه طيب سراء انت صريحة شديدة وعجبتيني عجبتني صراحة بس لو قدير يا سيدي طيب سراء رأيك شنو في انه نوحد سعر المهر يكون في قيمة ثابتة للمهور حتى الغني والفقير الغني هما خلاص بيقدر يدفع لكن حتى الفقير او الشباب اللي هما ما قادرين بسبب المهور التعجيزية دي ان هما يقدروا يتزوجوا والله فكرتك صراحة شديد ويا ريت الناس دي تقدر تمشي بفكرة تعمل المهر ما يجي شكرا لك يا اخي السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بك عرفنا عليك مؤيد سمير مؤيد مرحبا بك ونورتنا بقناتنا زي السودان مؤيد رايك شنو في فكره توحيد المهور يكون في قيمه ثابته للمهر حتى الغني والفقير يدفعوا نفس المبلغ عشان تتيح فرص للزواج اللي هم الشباب اللي ما قادرين انه يتزوجوا بسبب غلاء المهور والله بيسهل لهم الزواج يكون حاجه كويسه للشباب كلهم الفكرة حلوة شديد يعني حلوة تمام بتبسط كتير وحتى الأهالي اللي هم بيفرضوا أسعار عالية أو غلاء مهور بتعمل لهم استقبل حاجات مش كده صح طيب حاجة في السوق مهما كان سعرها وصل درجة عالية أنت هتشتريها ما حتقدر تخليها دي شنو البنزين البنزين هتحرك كيف لو ما بنزين طيب مهما كان السعر غلى انت حتكون لسه عايز بنزين مهما غلى لسه هشتري والله غالب بس ربنا يسهل يا رب شكرا لك نورتنا تسلم يا رب شكرا السلام عليكم السلام ورحمه عرفنا عليك ابو بكر محمد الفاتح محمد الفاتح مرحبا بك نورتنا يا محمد حاجه في السوق مهما ارتفع سعرها انت ما حتقدر تخليها يعني مهما كان السعر بقى عالي جدا انت حتشتريها حتشتريها شنو والله يعني مع الايام دي الا العيش 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 ده معقول بقى غالي الدرية دي هاي بقى لهم بقى تجاري والله ربنا يسهل يا اخي طيب رايك شنو فكره الناس توحد سعر المهر يكون في قيمه ثابته للمهور بالنسبه للغني والفقير حتى يتيح فرصه للشباب اللي هم ما قادرين يتزوجوا بسبب غلاء المهور انه يتزوجوا والله يعني نقول التوحيد بتاع السعر ده عشان يدي الناس يقدموا فرصه عشان زي ما قلت للفقير اللي عنده ما يقدر يتزوج يقدر يعني زي ما بيقولوا اللي عنده هي احسن ما لكن زي ما بقول السلامات دي شغالين بالمهر اكتر من الراجل زاد قبل ما يجي اهم شيء تقول له المهر والمهر وانا وانا اهم شيء قبل الليسته كنت له شروطه اقول له انا ما اعرف داير الفستان والصاله وما اعرف شنو يعني زي ما بقول تكسير مقاديف والله مشكله والله يعني زي ما بقول باللي عندك هسه لو انت في النهايه ما هي داير السدره والراجل ده سدره بالنسبه لك صح مرات بنلقى حتى البيت هي عند الرغبه لكن بسبب اهلها القصة بتخفف كتير حتى الأهالي اللي بيفرضوا مهور غالية هم خلاص التحديد ده بيعمل لهم استوب لحاجاتهم صحيح يعني بقول زي ما قلت قاسي بكسر مغادي فالزول يعني زادو بيعمل حواجز بينات عرفتي ممكن أقول سأوفي إنه زادو بدي يعني ما يتزوج ممكن يلقى يعني شنو تختار يعني زي ما بقوله بالعنده دايما يعني بيت تكون مع راجل زي ما شو بقول لك جازي فماو بلندو السلام عليكم وعليكم السلام عرفنا عليك حسن ابو الغازي حسن مرحبا بك ونورتنا بقناه نزي سودان شرف تسلم يا رب حسن رايك شنو في فكره توحيد سعر المهر يكون المهر عنده قيمه ثابته لكل الشباب عشان الفكره هي بتسهل كثير في انه كميه من الشباب يحظوا بفرصه الزواج دايم بايد الكلام ده بايد انه المهر يكون واحد عشان الشباب يعرسوا بتايد الفكره شديد في ناس بيمشوا لاهل البيت البيت الفلانيه بيقول لهم المهر غالي وشنو مين بيكسر الحنك حتى الاهالي اللي بيطلبوا مهر غالي ما بتتيح لهم فرصه انه لا يكون في تعجيز للشباب ما بتتيح الفرصه للشباب يعني مثلا انا ماشي لبيت متفقين مشيت لاهلها اهلها بيقوموا يشوفوا طب شو بقول لهم شو
مهر غالي. حتى لو كانت البنت موافقه بالبسيط الاهل هم بيكون الاهل بيتدخلوا في الموضوع وخلاص بفتش. يعني انت بعيد الفكره كتير. تمام. طيب حلوه شديد. وانا حسألك سؤال تاني. حاجه في السوق مهما ارتفعت الاسعار انت بتقدر تخلى عنها، يعني حتشتريها اذا حصلت سعر انت حتى ما قادر تشتريها به. دي شنو؟ اصحابي. اصحابك خير، ربنا يخليكم لبعض يا رب. ربنا يحفظهم لك ويخليك لي بنتك كمان. شكرا لك يا اخي، نورتنا. تسلم يا رب. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك، عرفنا عليك. عمر مرغني من قناه لسان. عمر مرحبا بك، ونورتنا في قناه نزي سودان. الله يديك العافيه. عمر، اذا توحد سعر المهر وبيجي في سعر ثابت للمهر، الفكره بتكون كل الشباب هم الموضوع بيتسهل لهم شديد، صح؟ لانه اليومين دي حاصل غلاء عالي جدا في الاسعار وكذا، فين ترى شنو في الفكره؟ والله هي يعني فكره كويسه شديد، يعني كويسه وحاجه بتسهل للشباب. فاذا الحاجه دي يعني قدروا انه مثلا يعملوها ولا حاجه، ولا اهل البيت ما بيشددوا، فمعظم الحياه يعني بتحصل تحرش والحياة دي كلها، فبالتالي يعني بتختفي شوية شوية. أفضل يعني حتى بتقلل حاجات كتير. طيب حاجة بالنسبة لك في السوق مهما ارتفعت الأسعار أنت ما بتقدر تتخلى عنها، حتشتريها دي شنو؟ والله الفضة. الفضة؟ أنت بتحب تلبس الفضة ولا شنو؟ طوالي جدا يا سلام. طيب شكرا لك ونورتنا. تسلم يا رب. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك، عرفنا عليك. أشرف صلاح الدين. أشرف مرحبا بك، ونورتنا في قناة نزي السودان. نورتنا اليوم. نور نوركم. طيب يا أشرف، رأيك شنو فكرة توحيد سعر المهر بالنسبة للشباب كلهم، علشان يكون في أول الشباب اللي ما قادرين يتزوجوا، كمية العنوس الكبيرة تقل، والبنات برضو اللي بيجوا هم ما قادرين أن يتزوجوا بسبب غلاء المهور يلقوا فرص زي دي. والله الزواج ده هو بالتواضع. الناس لو كانت متواضعة الزواج ده ما في مشكلة، بس بالتواضع بالبسيط الأمور بتمشي. والله يا سلام. طيب أشرف، حاجة مهما كان ارتفع سعر السوق انت ما بتقدر تتخلى عنها، دي شنو؟ والله اصحابي ومراتي. اصحابك ومراتك؟ اصحابك ومراتك دي لكن ما بتشتريهم، صح؟ ما بشتريهم، ما خلاص ونغلى حاجة عندي. يا سلام يا اخي، ربنا يحفظهم لك. انت متزوج؟ والله انا ما متزوج، لكن عندي، لكن مستقبلا. يا اخي ربنا يسهلك يا رب ويوفقك واسمع بك عريس قريب. اللهم امين يا حبيبي. تسلم. شكرا لك. دعواتك ان شاء الله يا اخي، ان شاء الله. شكرا لك، نورتنا.